كابتن علاء هارد لك. مباراة كانت ماشية لحد الدقيقة تقريبا 67، كنت انت متفوق، ولكن زي ما قلت كان في بعض نقاط التحول، وكنا نأمل ان النتيجة تطلع احسن من كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل. استاذ ايمن، هي المباراة دايما بيحصل فيها حاجات كده بتبقى دايما خارجة عن ارادتك. انا بتكلم على الحاجة اللي كانت في ايدك دايما، يعني سيبك من اخطاء حكم، اخطاء فار، كل الكلام ده في كرة القدم وارد وانت ماليش دخل فيه خالص، انت بقيت كل بره. لكن انا بتكلم عن الحاجات اللي انت بتملكها. كانت في ده، انت الشوط الاول احنا اتكلمنا ان كان في قلق شويه من لعيبه النادي الاهلي لحد الجول، وبعدين حسوا ان الامور، لا الامور سهله، لعيبه زينا زيهم بس احنا احسن منهم كمان. هو ده اللي خرجنا بيه الشوط الاول. طالبنا ببعض التغييرات في الشوط الثاني، انا من وجهه نظري ممكن ابقى غلطان او مش غلطان، كانت هتفرق معاك، لانك انت اكتشفت ان الفريق اللي بيلعب قدامك ده مش بالهاله، مش بالقوه اللي انت بتشوفها دي، لا انت احسن بكتير، انت بتمسك الكوره بتحرك وبتجري، وفي فرق سرعات، وفي خط دفاع عندهم مشاكل كتير جدا واتكلمنا فيها، انت كنت ممكن يعني تتفوق عليهم. وحصل، بدات الشوط الثاني لحد ما حصل موضوع الطرد، يمكن في خطا بتاع الشناوي بتاع الهدف، يعني خطا يعني، ولا هلوم الشناوي انه اخطا، وفي نفس الوقت مش هلوم محمد شريف ان هو ضيع فرصه. التصرف فيها بتحصل احيانا، كان سيء جدا، معلش يعني الفرص السهله دي، وكان الناس متضايقه ان هي سهله، واتنين واحد غير ثلاثة واحد زي ما الكابتن شريف كان بيقول، الموضوع كان اختلف تماما. هو الخطا الوحيد اللي عنده ان كان لازم يعرف ان الفرصه دي هي المفتاح للميداليه طبعا، فلازم التعامل معاها يبقى في منتهى الدقه والتركيز. صح. وفي كمان حاجه، ان الفرصه رايحه مواجهه، فانت ما عندكش مشكله مع حارس المرمى، يعني اذا كنت انت وفي عادل وفي كابتن شريف وبلال، طبعا اسهل حاجه للمهاجم لما يكون رايح لحارس المرمى وانا مواجهه، فكل الاختيارات عندنا مفيش فيها مشكله، انا رايح بوشي فشايفك يمين شمال، عايز اعدي من اللي عايز اعمله هعمله، فانا ما عنديش مشكله في الفرصه دي. هو عمل اسوأ اختيار في كل اللي انا بتكلم فيه ده، التسديد. هو يعني هو فضل التسديد بالقوه وخلاص، لكن هي بالعكس، انا كل ما اقرب لحارس المرمى والمرمى نفسه المطلوب مني دقه، مش تسديد ابدا، مش قوه بمعنى اصح. صح. عايزه دقه يا محمد، عايزه هدوء، لكن هو ممكن يكون عصبيا مش مصدق ان هو عامل انفراد مثلا من ربع الملعب للجول، ممكن، بس خلاص انت اما زقيت فانا خلاص، انا مثلا انا كده شريف وعادل اهو حارس المرمى، انا شايفك وشايف الدنيا كلها، بس وقت التنفيذ ما ينفعش اعمل كده وشوط. ده هو نفس كمان لاعب برجله الشمال، ماشي الشمال او يمين، يعني هو بيجيد في الاثنين، ولسه جاب واحده بس بالشمال. مش بنفس الكفاءه، لسه جاب واحده بالشمال يا ايمن، مش عارف الرايب الزمالك صعبه جدا، ما تعملش لمسه واحده صعبه. أي. لكن هي انت فهمني يا عادل، جابها بيمينه وبالشمال في الزمالك، يعني في الزمالك وبالعرض، واصعب من دي ولطشها بالشمال حلو قوي. هنا السهله قوي دي لازم كان التعامل معاها، لكن هي بتفرق انفعال، انت انفعالك او عصبيتك ممكن تخليك تاخد قرار غلط زي كده، ممكن على فكره. اصل انت ايمن، انت متخيل انت عندك انفراد من ربع الملعب مع فلامينجو وبلعب على ميداليا، فاهمني؟ ممكن، لكن معلش الاخطاء دي كلها اول واحد مش هتحملها، لا ما بقولش هتحملها، لا 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 طبعا، يعني يتعلم منها محمد شريف الشناوي. طول ما انت شناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر هيبقى فيه اخطاء وتتعلم، طول ما انت بتعلم هتبقى الاحسن. فالاثنين دول معلش مع الاحترام الكامل لكل اللي هيتكلموا عليهم ونقاد وكده، لا بره النقد معلش. حاجات مؤثره على فكره، ما بقولش مش مؤثره، مؤثره، بس انا ما حملهمش المباراه، لان لو حمل المباراه لا في حاجات كتير قوي النهارده كانت لازم تتعمل ما اتعملتش. لكن في الاخر انت بتتكلم على اخطاء بعيد عنك، ربنا مش هيقدر تكسب النهارده الميداليه، ظروف المباراه بتقول كده يا ايمن، انت في عز ما انت بتدور على الهدف الثالث تروح حصل حاجه عكسيه، عكس كل حاجه، اللعيبه بتاعتك اتعصبت زياده كمان، ان العصبيه بدات خرجت بره الجيم خالص، طول ما ينفعش يا ايمن، هو الجيم يا يبقى في الجيم يا بره الجيم، عصبيتك استحاله تبقى هتقدر تتحكم في قراراتك، انما انت عصبي عصبي عصبي، وانت عصبيتك عشان انت متضايق ان الفريق، انت حسيت ان انت احسن منه. أيوة. هو ده الاهم بقى ايمن، العصبيه الزايده دي، ان انا حاسس ان انت اقل مني بس انت المتفوق عليا، فدي مضايقاني اكتر، وفي نفس الوقت مش قادر اتحرك لان انا اقل منك في العدد. فانا مش عارف، انت عصبيه شديده، لكن لازم يا جماعه
المباريات دي المواقف دي لازم تستفاد منها كويس. صحيح. دايما بقول الكلمه دي، طول ما انت في الملعب بتستفاد منها، اذا كان بالسلب او بالايجاب استفاد انت عشان ليك انت تبقى احسن. يعني ياسر عصبي زياده النهارده، معلش يا ياسر لازم شويه هدوء. محمد هاني كله، محمد عبد المنعم، جماعه المواقف دي محتاجه هدوء جامد جدا في الملعب. صحيح. مهما كانت النتيجه في الاخر هي مباراه. كنت اتمنى نعمل يعني انجاز النهارده 3 برونزيه ورا بعض، لكن هو ربنا مش رايد. لازم نعرف في الاخر ان النهارده ربنا مش رايد لك. السيناريو اللي حصل، السيناريو اللي حصل يا ايمن غريب شويه. سيناريو من 3-1 ل2-2 بطرد، يعني اكتر متفائلين لفريق فلامينجو، حتى لو المدير الفني نفسه عايز يرسم يقول يا سلام يحصل كذا كذا، ما كانش حصل كذا. مزبوط. لكن هو حصل. صح. خلاص الحمد لله. لكن خد الايجابيات دايما، خد الايجابيات دايما. انت لازم بعد كده تبدا المباريات دي كلها واي مباراه تلعبها لازم عندك ثقه في نفسك جامده، ما تضيعش هو بالكامل عشان تستكشف فريق. لا، عندك ثقه في نفسك واستكشفت، وبعد ودخلت والشوط الثاني كان لازم ضغطه جامده جدا، تحسن بكل المقاييس. احمد عبد القادر جايب جول هايل، راجل معدي وبراحته، عشان قلنا كلنا واجمعنا، يمكن اجمعنا على نقطه في الاستوديو هنا، دفاعهم وحش جدا جدا جدا، وعندهم بطء وتغطيه وحشه. ف يعني ارجو ان احنا نقفل الصفحه بتاع النهارده، خلاص ربنا مش رايد. لكن الاخطاء لازم تتشاف كويس قوي، تتعالج كويس قوي، لانك انت داخل خلاص داخل على حاجات صعبه كتير. وفي الاخر دايما بقول كلمه، القاره دي ما فيهاش غير النادي الاهلي، مع الاحترام الكامل لكل الانديه العربيه والانديه المصريه والافريقيه، سوف يظل النادي الاهلي هو سيد القاره دي، مفيش مشكله. صحيح. وثقتك في لعيبتك تبقى عاليه جدا جدا جدا، مع شرط بسيط قوي، معلش انا طولت ايمن. لا لا، انك دايما تتعود تعالج اخطاء. طول ما انت بتعالج اخطاء اعتقد انت هتتعلم منها وتبقى احسن حال ان شاء الله.